والحمد لله نادر الساقسي اليوم من اللي دخل يعني كان اكثر عزيمه على الفوز، كان اكثر تركيز. الحمد لله من اللي دخلنا سجلنا ضربه جزاء وتحكمنا في المباراه. الحقيقه الفريق المنافس ما وجعنيش، يعني ما خلقش فرص، يعني تقريبا الفرصه الوحيده اللي جاتنا على غلطه يعني سوء تفاهم بين كوامي والحارس، لكن الحمد لله نادر الساقسي واقف كما يلزم، خلق العديد والعديد من الفرص. اليوم اللي ينقصنا هو التسليم اللي كنا نجموا نوفوا المباراه بنتيجه اعرض. تركيز اللاعبين في 30 متر ان شاء الله يزيد اكثر، ان شاء الله اكثر حضور. الحمد لله قاعدين يخدموا، قاعدين يتحسنوا. اهم شيء ان اليوم الفريق اللي يعد به جمهوره واللي يعد به الناس اللي جاتنا انه مش نقاتلوا على الشعار، مش نقاتلوا على الفريق. الحمد لله اليوم اللاعبين من اول مقابل لاخر مقابل واقفين كما يلزم يقاتلوا، والمجموعه الكل موجوده. ان شاء الله اللي الثلاثه نقاط تخلينا في ان شاء الله من المقابله الجايه ان شاء الله نكون نضمنوا ترشح البلاي اوف، وبعد نخموا في مرحله التتويج باش نادر الساقسي يكون عنصر بارز ان شاء الله في مرحله التتويج ان شاء الله.